وللاطلاع على اخر مستجدات الاوضاع في لواء الرمتا ينضم الينا من هناك مراسلنا زياد انصيرات. زياد اهلا بك، كيف هي الاوضاع الان في اللواء؟ مساء الخير. بالفعل منذ صباح اليوم كان الهدوء يعم مدينة الرمثا، تم فتح جميع الشوارع، عادت الحياة إلى طبيعتها بشكل كامل، إلا أنه منذ حوالي نصف ساعة تجمع على دوار رمثا الرئيسي عدد من المواطنين للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين الذين تم اعتقالهم على خلفية الاحتجاجات. لواء رمثا كان شهد احتجاجات كبيرة وقوية على مدى يومين السابقين احتجاجا على قرارات الحكومة، إلا أن اتفاق مساء أمس في مبنى محافظة إربد بين البحارة وممثلوهم وممثلين من عن الحكومة أنهى الاحتجاجات وعادت الحياة إلى طبيعتها. تقدر الخسائر التي وقعت نتيجة الاحتجاجات في اليومين الماضيين بحوالي 100,000 دينار. الشوارع عادت إلى طبيعتها بشكل كامل، تم فتح الشوارع، تم إعادة تنظيف الشوارع بشكل كامل، إلا أن كما ترون هناك محتجين تم توقيف أقاربهم يحتجون على الدوار الرئيسي في مدينة رمثا، وهناك تواجد كبير للأجهزة الأمنية ولقوات الدرك في المنطقة. زياد كنت معنا من لواء الرمثا، شكرا جزيلا لك، ونتابع إذن هذه اللقطات مجددا معك من اللواء. إذن نستعرض هذه الحركة، كما تبدو الأجواء يعني مستقرة نوعا ما في اللواء حول مكان الحادثة، لكن القوات الأمنية تحيط المكان وما زالت تراقب الحركة وتعمل على استقرار الأوضاع دون وجود أي شغب أو تحرك. الجواحر طايش او قاعد تدفيعي او